السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيت كل يوم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس القطع السبعة. فيديو اليوم مثل ما انتم شايفين قبل ساعة، انا هلا كنت نام، بس قبل ما انام قلت خليني افوت شوف اذا في شيء جديد. طلع نزلوا الابديت اللي هو 15.2، اللي هو ابديت اسكانور ذا 1. فخلينا نحكي عن الابديت. انا كثير كثير متحمس، واغلبكم بعتقد متحمس، لانه هي عبارة عن بداية احتفالية السنة الكاملة تبع اللعبة. يعني فيكم تتوقعوا انه راح يعطونا كتير كتير هدايا، اذا مو هلا بالجزء الثاني، انه دائما هن لما يكون في احتفالية كبيرة بيعملوا على جزئين. طبعا لحد الان مو قايلين انه راح تكون جزئين ولا جزء واحد، بس انا هيك متوقع تكون، انه تكون من جزئين. بقى اللي في شغلات بس انتم كنتوا متوقعينها وما اجت، استنوا انه ممكن تجي بالجزء الثاني ان شاء الله. طبعا هذا اللي بنحلى يعني بنتامله من اللعبه. باقينا نبلش. اول شغله، الابديت راح يكون بتاريخ 15/2، اللي هو الساعه 5 بي ام بي اس تي للساعه 7:30، يعني قبل موعده باربع ساعات. انه هو بالعاده الساعه 9 بيكون، هلا عاملينه الساعه 5. هلا بتوقيتي راح يكون ثواني، راح يكون الساعه 4 الصبح بتوقيت الكويت. يعني ان شاء الله انا ممكن اكون موجود وفايق لساتني لما ينزل التحديث، ومثل كل مره. هلا بنجي للشغلات الموجوده فيه. بسم الله خلينا نبلش. اول شيء طبعا هذا هو الابديت، راح يكون في كثير شغلات. عامل لك اول شيء انفينسيبل افاتار ذا وان اسكانور، لايت اوف هوب، نيو كينج ارثر، نيولي افيلبل. اول شيء راح يكون في شابتر جديد، مثل ما حكيت راح يكون في شابتر 16 راح ينزل، اللي هو الشابتر اللي اعتقد بتكتشف ليز في قواها. طبعا سوري اذا حرقت على حدا. ذا وان ات لاست، عن جد ات لاست، واخيرا اجى ذا وان. طبعا ذا وان راح يكون بانر عباره عن 900 جيم لحتى تقدر تتأكد انه راح يطلع لك 100%. طبعا انا حكيت على البانر بالتفصيل بالفيديو اللي ماضي، بقى اللي ما شافه لسه يروح يشوفه عشان يعرف شلون البانر راح تكون. طبعا اوريدي كمان حكينا على اسكنر شو بيعمل. طبعا ارثر ان شاء الله بالفيديو التحديث نفسه راح احكي شو بيعمل. هلا شو عم يقول لك؟ You can get the new Arthur at level at UR level 80 and fully awakening through the one festival special ميشن بارت 1. شايفين بارت 1 فور فري، يعني اذا خلصت مهمات معينه اللي هي لازم مثلا تلفل شخصيه 3 مرات، لازم تعمل اويكننج لجير 3 مرات، لازم تخلص تريننج جراتو 3 مرات حسب المهمات. طبعا بس تجي راح اشرحها بالتفصيل. هلا بنجي للشغلات الثانيه، راح تجي نيو ايفنت، في شيطان جديد اللي هو اسمه سبيشال بوس باتل ديمونيك بيست جرايون از هير. وطبعا هوك اسم تريجر تشيس راح يكون في صندوق، اعتقد هذا يا اما بيكون كلمه سر لازم نفتحها، يا اما بيعطونا اياه كلياتنا، وهذا الشيء طبعا احسن بيكون انه يعطونا الهدايا وخلاص. طبعا اول شيء راح يكون فورت سولجرز ريورد دنجن بلس، يعني اعتقد راح يكون في شيء بالفورت سولجرز اللي هو ممكن يكون مثلا الهدايا ضعف او شيء لسه ما بنعرف. التيميت شامبيون شيرينج ايفنت، راح يكون في شيء كمان انه انت ممكن انت مثلا شخصيات انت مثلا انه تشجعها. وسبيشال ريسيبي ايفنت، سبيشال ريسيبي ايفنت يعني راح يكون في اكلات جديده، هي الاكلات راح تعطينا شغلات حلوه باللعبه. بس انا بصراحه لهلا ما بعرف شو بتعطينا، هلا بشوف اذا باليابانيه موجوده ولا لا. اول شيء سبيشال ميشن بارت 1 راح يعطونا، يا اما خلونا نختار واحد من هدول الثلاث شخص، راح يكون نختار من هاي الهدايا، يا راح يعطونا الهدايا كلها. اذا اعطونا الهدايا هي كلها بيكون شيء جدا 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 رائع. ليش؟ لانه اسكندور الاخضر راح يصير مجاني، وهذا شيء كثير 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 ناس بتمناه، لانه لهلا حتى الناس كثير بتستخدمه كثير قوي بضل. طبعا راح ناخذ ارثر واسكانور ومارلين الحمراء والديان الحمراء. طبعا هل راح ناخذهم كلهم او نختار منهم؟ لسه ما بنعرف، هلا مو كاتبين تشوز انه اختار، بقى ممكن ناخذهم كلهم وهذا شيء رائع طبعا اذا صارت. سبيشال بوس باتل ديمونيك بيست جرايون راح ناخذ يو ار جير واس اس ار
راح ناخذ 3 قطع جير لاسكانور. هلا واقف اذا راح يكون لبس كامل 3 ألبسة كاملين ولا راح يكون قطعة بقطعة بقطعة. بكره بس يجي الايفنت بنعرف، راح يكون في كثير هدايا حلوة. وهون راح ناخذ الاكلات هاي، لسه الاكلات مثل عندنا هلا بنعرف اذا بشوفها باليابانية اذا موجودة. هوك اسم تريجر تشيس، في صندوق راح ناخده من اسمه صندوق هوك. هذا راح يكون في يا اما راندوم انه هديه واحده يطلع لك من كل هدول، يا اما راح يعطونا كلياتهم. بس اعتقد راح يعطونا هديه واحده، ممكن كل يوم يعطونا هديه لمدى مثلا 7 ايام او 14 يوم، ما بنعرف لسه. فورد سولجرز سبيشال ريورد دنجن بلس بارت 1 مين ريورد. اعتقد راح يكون في فورد سولجرز ناخذ منها هدول هدايا، وهذا شيء كثير كثير حلو اللي هو مثل هلا موجوده سبيشال ميشن. وفي كينج سبيشال اكسشينج شوب. واو واو، كينج راح يكون في سبيشال ميشن، يعني انه انت تبدل قطع. هلا ما بعرف اذا انت راح تقدر تاخذ انجريفينج وهامرز، او اذا انت بدلت راح تاخذ هدول الهدايا لما تبدل. بعد الشيء لازم نستناه بوك، يعني لازم بس يجي التحديث لازم اشرح عنه بشكل مفصل، لانه في كثير شغلات ما بنعرفها لسه. سبيشال ريسيبي مثل ما قلنا لكم، هدول 3 اكلات الجديده ما بعرف شو بيعملوا لسه. باف ايفنت انفنسيبل افاتار ذا وان اسكانور باتل سبورت اكويبمنت انهانسمنت ديسكاونت. للاسف مو جايبين الجير كاتشا، ان شاء الله يجيبوها بكره يعني يكونوا نسانين يحطوها، او ممكن ياجلوها للبارت 2. هي طبعا احنا كلها تاملات، فما نعرف اذا راح تجي بالبارت 1 وبالبارت 2 او ما راح تجي بالاساس، لانه لما تسحب على الجير راح يكون نسبه انه يطلع لك اس اس ار اكثر. هلا بنتمنى تجي، هي انا مجمع هلا نص مليون 500 مليون. ذا كرنت هوم كومينج سبين ايفنت ويل بي بليسد وذ ذا وان فيستيفال ايفنت لوبي. يعني حاولوا تخلصوا المهمات تبع السبين ايفنت، لانه راح يا راح تتغير تصير هون جوا هاي ذا وان، او راح تخلص. لا بس اعتقد راح تصير جوا، بس حاولوا تخلصوها. طبعا لبس جديد لاسكانور ذا وان، ثلاث انواع من اللبس، كل واحد بيكون ب 24 دولار زائد 30 جيم. اللي بده يشتري بصراحه يعني ممكن يشتري بعد ما يخلص، انه هو بعتقد بضل اسبوعين بعدين بينزل بجيمات. كل قطعه ب 30 جيم، يعني بدك 90 ب 90 ب 90 لحتى تجيبهم كلياتهم، او فيك تشتريهم ب 24 دولار وتكسب 90 جيم. بقى شوفوا كل واحد شو بيناسبه. في كمان النيو باندل، هي الشغله اللي هي رائعه وفي ناس ممكن كثير يشتروها، اللي هو يوز ذا هيرو سيلكشن ستيب اب باندل تو سيلكت ذا اند اكواير ليفل 80 يو ار اند فولي اويكن هيرو. يعني راح يكون في 3 باقات، هالباقات راح يكون فيها شخصيه يو ار 6 نجوم زائد جمات زائد كل شيء، وهي اللي هو بترفع فيها الانفينيتي. طبعا اول وحده اسكانور الاخضر ولا الاحمر، هذا اعتقد الاحمر، وزلدرس واخر واحد اللي هو لوزفين. هلا اي واحد في يشتري هي ديفرنت هيروز، يعني ممكن يكون في اكثر من شخصيه او ممكن يكون بس لوزفين، زائد 50 جيم زائد. هلا اعتقد راح تكون 24، لا ممكن هي تكون ب 15، هي ب 24 وهي ب 80 دولار، هيك ممكن تكون. هلا نيو باندل ديزاير هيرو سيلكشن سبب باندل اوتو كلير تيكت باندل، راح يكون في باندل اللي هي انه باقه تشتري فيها اوتو كلير تيكت اذا بدك. 1 يير انيفرساري هوك باس سبيشال، راح يكون في هوك باس سبيشال. هي الهوك باس اللي هو بتشتريها ب 8 دولار. Get the mint green shearing uniform and cosmetic for Elizabeth. Elizabeth راح يكون في لبس جديد. هلا ما بعرف اذا هي Elizabeth الان، لا بس اعتقد Elizabeth العادية راح ناخذ منها لبس، طبعا غير الجيمات اللي هو 30 جيم. هي طبعا النايت هود كومبيتيشن اللي عم يتابعي يشوفها، بس انا بصراحة ما بتابعها. هي شغلة اللي عجبتني. Possible max item storage capacity increase from 400 to 500. شو يعني؟ سعة تخزين الماتيريال حاليا زادت من 400 الى 500. طبعا لازم تدفع جمات حتى ترفعها، بس اذا انت اوريدي 400 وما عم تكفيك فيك ترفع لل 500. فهي شغله حلوه ممكن في ناس تعملها. بس شو المشكله؟ انه عم يقول لك بس الايتم ستورج، يعني بس تبع الموارد،
مو تبع الجير، تبع الجير ما راح نرفعه للاسف، مع انه انا نفسي كانوا يرفعوا تبع الجير يوصلوه 400، ما عندي مشكله ادفع 50 جيم بس ارفعه لل 400 او ال 500 حتى. وطبعا هلا ارثا كمان عملوا له باف، غيروا له يعني رفعوا له شوي من اتاكو، من دفاعه، من اتش بي، وحطوا له بدال صفر لايف ستيل 5 لايف ستيل، وهذا شيء حلو. طبعا الشغلات اللي راح تخلص، اول شيء ان انهيرتد ريزولف ستيب اب درو ايفنت راح تخلص، اللي هي تبع جيريكو وروكسي وشين راح تخلص، الجاينت هوك ابيرس راح يخلص اللي هو العملاق هوك راح يخلص، بالي مو خلص الهدايا يروح يلعبوا، انه انت فيك بتلعبوا ثلاث مرات فقط، حاول تاخذ اهم الهدايا اول شيء اذا انت ما كنت مخلصه. والاكسشينج شوب تبعه راح يخلص، والشارج هوك راح يخلص، والسويت تشيكن ايفنت راح يخلص اللي هو تبع القلوب، والفالنتاين ريس للاسف راح يخلص. اعتقد سويتش في وحده كثير كثير حلوه اللي هي بتعطيك قلوب لما تبعت لاصدقائك، هي كانت عم تعطينا هدايا كثير حلوه. وفالنتاين دي جيفت، هي فالنتاين جيفت بوكس اكسشينج ايفنت راح يخلص، وهارت تروبينج فرنشر ديسكاونت ايفنت راح يخلص، والفرنشر اللي هو الديكور كمان راح يرجع الطبيعي اللي انت حاطه، وهي البندلات اللي راح تخلص. فاللي بده يشتري الشغلات من الشوب يشتريها بمصاري، لانه في باقه كثير حلوه، في باقه كثير كثير حلوه اللي هي باقه الجير اللي فيك $7 او $8 فيك تشتري 6 قطع جير اس اس ار بخمس نجوم، يعني هي شغله كثير كثير حلوه، وبعرف انا اكثر من واحد من اللي بعرفهم اشتروها، اللي ما مثلا ما عنده موارد او بده بسرعه يطور جير معين، انه فيك تختار. الحلو انه فيك تختار، يعني اذا انت ما عم يطلع لك كريت دامج وبدك كريت دامج فيك تشتريها. صح الستاتس راح تكون راندوم، اللي هو يعني حسب انت وحظك، ممكن يطلع لك شيء سيء ممكن يطلع لك شيء حلو، بس هلا على كل حال بالانفيلز فينا نغير كل شيء بالستاتس، هذا الشيء الحلو، بس اهم شيء الجير يكون عندنا موجود. هلا في شغله انا لاحظت، الهدايا رائعه، الهدايا كثير كثير رائعه، اول شيء اذا خاصه اذا كانوا هدول كلهم راح يعطونا اياهم، وهدول كلهم راح يعطونا اياهم، ما راح يكون انت وحظك وهدول نفس الشيء. هلا هي اعتقد انت وحظك، صندوق بيطلع لك فيه هديه من هدول الهدايا، وهون لا، هون راح ناخذهم كلهم، هون راح ناخذهم كلهم، هذا اكسشينج شوب بتبدلوا بموارد، وهذا لسه ما بعرف شو بدي اعمله. هلا اول شيء سوري خلينا نشوف مو الفورم، بدنا الداتابيز، خلينا نشوف باليابانية، هل اليابانية جيم نيوز لما اجى اسكانور، طبعا خلينا نحكي على ارثر على السريع. انكريس اول شيء اليونيك تبعه هو طبعا بشري، اليونيك تبعه انكريس allies damage dealt by 35% and decrease allies damage taken by 35% if all allies are alive. يعني اذا انت كل اللي عندك عايشين راح تعمل دمج زياده 35%، وراح راح ينقص من اتش بي، راح ينقص من الدمج اللي بيعمله عليك اللي ضدك 35%. بس وين apply when entering a battle excluding PvP and death match، يعني ما فيك تستخدمها بالPvP، ما فيك تستخدمها بالديث ماتش اللي هو شياطين، اي شيء تاني عادي. هي شغله سيئه، بس اعتقد ممكن تنفع. هلا ما بعرف اذا بيعتبر ديث ماتش ولا لا، اللي هو الفاينل بوس اللي هو مثل مارلين، اذا بينفع كثير شغله حلوه للفاينل بوسات. ارثر كثير راح يكون حلو للفاينل بوسات اذا هي شغله بتنفع، لانه ما بتنفع لا بالبي في بي ولا بالشياطين، اي شيء تاني بينفع، ما في شيء صعب كثير. والله ممكن بتعرف شغله هذه حلوه كمان بالتاور، التاور اوف ترايلز راح يكون حلوه اليونيك تبعه. الكارت الاول بيعمل ريموف باف فروم وان انمي انفليك دامج ايكوال تو 360 اوف اتاك ذن ديسيبل باف اند دي باف سكيل فور تو تيرنز. هي شغله حلوه، مين كان عنده اياها هي؟ درول اعتقد عنده اياها، بس هي طبعا ليفل 3 ب 360، وهي بتعمل انفليكس دامج ايكوال تو 350% اوف اتاك اون اول انميز، بيضرب الكل بس دمج عادي من غير اي. وطبعا الالتيميت تبعه نفس التيميت، بس نفس التيميت ارثر الاحمر والازرق.
هلا في شغله كثير كثير مهمه انا كنت بدي شيك عليها، ريموف باف فروم ون انمي. هل معناها اسكانور قبل ما يصير اسكانور ذا وان، قبل ما يصير عنده ثلاث بفات ويصير اميون اللي هو هي، فيك تشيل اياهم مشان ما يوصل لثلاثه ولا لا؟ اذا فيك هذا حلو، وساعتها في اسكانور الاخضر راح يكون حلو الاجنايت تبعه اذا بتشيل الريموف باف. خلينا نشوف، احنا بدنا الاكل. اها تعال نشوف درو وان كاركتر جاتشا وان تايم. اوكي اها هي هي المهمات. شوف المهمات ما احلاها، اذا عملت اذا سحبت على اي شخصية باي بانر راح تاخذ اسكانور مجانا، اذا فتحت البوكس تبع هوك راح تاخذ، اذا فتحته مرتين راح تاخذ مارلين، اذا خلصت الفورد سولجرز راح تاخذ ديان، واذا خلصت كل المهمات راح تاخذ ارثر. يعني معناها كلياتهم راح ناخذهم. واو كلير شابتر 6، اذا انت مخلص شابتر 6 خلص معناها تاخذها، وهي اذا بترفع الجير. حلو حلو الاكل. طيب هذا بالياباني، طب شو فهمني انا بالياباني؟ مو حاطين الاكل شو بيعمل؟ اها ليك والله في شغلات حلوه كثير. لا المشكله بتعرفوا وين مشكلتي انا؟ مشكلتي الوحيده انه نسخ لصق، للاسف نسخ لصق من ال يعني اها ليك هي هي بدك هدول الموارد لحتى تقدر تسويها. هي شو بتعمل؟ دمج ديلت 40% اكسكلودينج ديث ماتش ام بي في بي، يعني اذا اخذت هاي فيك تعمل دمج 40% زياده. بس شو المشكله؟ انه لا بالشياطين ولا بالبي في بي بتنفع. الثانيه دمج ريسيفد 40% اقل، يعني اللي ضدك بيضربك اقل ب 40% اذا اكلت هاي. والاخيره اميون تو الت جيج ريدكشن افكت، يعني اللي ضدك اذا بده يشيل لك الاورباط ما بيقدر اذا عندك هاي. هلا هدول التنتين حلوين، هاي عاديه. والله في شغلات كثير حلوه، في شغلات كثير كثير حلوه. تعالوا بس نشرح بشكل سريع عنهم دام هلا انا مثل لكم. انا اللي زعجني شغله واحده انه ما في اي شيء غريب. هلا ان شاء الله بارت 2 يكون هو الشغلات الجديده بما انه مناسبه السنه، وهلا عم يعطونا الشغلات اللي اوريدي اعطوها بالسنه. هذا هو اللبس اعتقد، بس اعتقد راح يعطونا فقط ليز، ما بعرف اذا حيعطونا كلهم بال هاي الهوك باس. هاي ايوه ليك هاي الهوك باس، هيك راح يكون شكلها اللي بنشتريها ب 8 دولار. اذا انت ما مو شاري الهوك باس راح تاخذ هدول الهدايا، اذا شاري الهوك باس راح تاخذ هدول الهدايا. كيف ما فيها جمات ابدا؟ من غير جمات رح ناخذ ايموجيز تبعات اسكانور، ورح ناخذ بارت 1، ورح ناخذ سوبر اويكنينج، ورح ناخذ لبس وهامرز وانجريفينج وبارت 2. بصراحه ما بتستاهل، صراحه ما بتستاهل، اذا ما في 30 جيم ما بتستاهل. اوكي رح ناخذ 3 سوبر اويكنينج، بس 3 سوبر اويكنينج فيك تاخذهم من النايت هود بوس، ما في شيء على الاي. بس والله هامرز 2 4 9 9 هامرز لا بأس بهم، تيكتين وأربعة انجريفينج. لا بس الجيمات أحلى. أوكي طبعا هي حكينا عليها، هي المهمات اللي راح ناخدها. هذا لما تقاتل البوس، البوس فيك تقاتله 3 مرات باليوم نفس هوك. لما تقاتله 3 مرات راح تاخد لبس اسكانور، لما تخلصوا 4 مرات، لما تخلصوا 8 مرات، لما تخلصوا 12 مرة راح تاخد هدول الهدايا. اوكي بس مو قايلين ليك هي الموارد اللي بتحتاجها، مشان يعني بدك 40 لحتى تاخذ اللبس، بدك 10 عشان تاخذ هي، وهكذا. طبعا هي اللي هي البوكس تبع هوك، بتاخد فيها هدول الجوائز، في 10 جيمات حلوين ليك هدول. ايوه هدول هن، يعني بتاخد 13 جيم وبتاخد هدول الهدايا كلهم. حلوين حلوين، بس هل هي بالحظ ولا راح تاخذهم كلهم اخر شيء؟ هاي اللي احنا ما بنعرفها لسه. بونس ايفنت ديسكاونت فيرسس ليميت، حلو هدول. اوكي
هدول اللي قلنا عليهم لحنا بس. أعتقد هيك بنكون يعني حكينا على كل شيء. طبعا هلا بيجي لأهم شيء مثل ما قلت لكم. هلا بصراحة الجيمات يعني ما شفت أنا إنه بيعطوا جيمات، يعني ممكن خلينا نقول 20 جيم مجانا أو أقل حتى من 20 جيم، 13 جيم مجانا يعني بالعادة. لما لا، وأنت عم تحكي على ال 1 year anniversary، ما عم تحكي على شيء صغير، عم تحكي على ال 1 year anniversary. يعني بصراحة تمنيتهم على الأقل على الأقل يعطونا بحدود ال 90 جيم لحتى كل واحد يقدر يعمل 3 ملتيات بالبان. هذا أقل شيء طبعا. هلا صح انت راح تاخذ، بس هي انت اوريدي راح تاخذها حتى لو ما كان في اي احتفاليه. راح مثلا نوصل الشابتر 16 راح ناخذ 30 جيم، هاي ولا شيء. هلا بصراحه الهدايا كثير كثير رائعه وشخصيات. يعني برجع بقول هلا افضل وقت لواحد اذا بده يعمل حساب جديد يعمله، لانه انت راح تاخذ انجريفنج ستون، انت راح تاخذ هامرز، انت راح تاخذ جير. بقى هي اول شغله روحتها، راح تاخذ شخصيات 80 كتير، هي بقى شغله كتير حلوه. وراح تاخذ جيمات، انه انت مبلش اللعبه جديد بقى راح تقدر تفرم جيمات كتير. واللي ما بيعرف شلون يفرم جيمات يروح يشوف الفيديو تبعي تبع تفريم الجيمات، عشان تجهزوا حالكم لهيك بانر بقى. بس بالتوفيق للكل، وان شاء الله ان شاء الله. اعتقد هالمره راح، هلا ممكن نتاخر بهذا الفيديو شوي اذا طبعا عمر ما غير رايه، انه ممكن نعمل الفيديو بس اخلص دوامي انا وعمر، وننزل الفيديو بعد الابديت الساعة 12 واحدة بالليل إذا ما غير رأيه وصحي، لأنه هو متشوق نفسي بكير وقدرنا نلعبها بكير وقدرنا نسحب على الشخصيات بكير بقى. بس هون بكون وصل الفيديو اليوم. أرجو أنه استمتعتوا فيه، وإذا استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو واشتركوا معنا بالقناة عشان تشوفوا كل جديد مني. بالتوفيق للكل، وإن شاء الله يطلع لكم اللي بدكم إياه وأكثر بالبانر الجاية إذا سحبتوا عليها. وبشوفكم على خير فيديوهات تانية. مع السلامة.